يعني بشرى برضو عشان الناس خبر كده سريع، انا عارف الوقت. كهربا يمكن خلاص خلص كل حاجه بخصوص فلوسه، وفي خلال اليومين الجايين دول هيحول خلاص الفلوس، يمكن كان فاضل له حاجه يعمل بيها اعلان احد رجال الاعمال يعني، وخلاص كده الفلوس تعتبر كملت والمفروض يسدد في خلال اليومين الجايين دول، ودي يمكن هتعمل بقى يعني انفراجه في ازمه كهربا وانفراجه في نادي الزمالك بخصوص المستحق.